مساء الخير والسعادة على حضراتكم. نبتدي معاكم حلقتنا النهاردة بخبر بيتكلم عن المسابقة الخاصة ب 30 ألف معلم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيستعرض تقرير بهذا الشأن، واطمأن رئيس الوزراء على سير مراحل المسابقة، وكمان هذه المسابقة هتضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وأيضا تكافؤ الفرص، وبشكل يحقق اختيار الأكفأ ما بين المتقدمين في هذه المسابقة، لأنه أعتقد العدد المتقدم أكبر كمان بكتير من العدد المطلوب، فأكيد هيكون في آليات خاصة لتنفيذ هذه المسابقة هنتعرف عليها أكتر، خاصة أنه يعني التعليم والمعلم كمان في العملية التعليمية هو الركن الأساسي لضمان جودة هذه العملية التعليمية. مشددا كمان رئيس الوزراء يعني بنفسه على مسألة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأيضا الحكومة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجميع من المعلمين، وعليه بنشوف هذا النوع من المسابقات. هنعرف أكتر التفاصيل عن هذا الموضوع، بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. مساء الخير على حضرتك. احنا بنتكلم في تقريبا 150 ألف متقدم لهذه المسابقة، عايزين نعرف من حضرتك ايه هي آليات تنفيذ اختيار المعلمين في المسابقة، واحنا كنا بنتكلم على انه المعلم هو ركن أساسي في جودة العملية التعليمية، فايه هي آليات الاختيار وآليات التنفيذ في المسابقة؟ دكتور صالح حضرتك معانا؟ طيب احنا هنرجع نحاول نعاود الاتصال بدكتور صالح نتكلم اكتر بالتفصيل عن المسابقه الخاصه ب 30 الف معلم. والحقيقه انه النوع ده من المسابقات مهم جدا علشان نقف على احتياجات العمليه التعليميه وخصوصا قبل الجميع، لانه الاهتمام بالمراحل الاولى في التعليم شيء مهم جدا جدا، ويمكن احنا بنشوف هذه التجربه على الدفعه اللي دلوقتي رايحه خمسه ابتدائي، ويعني بنشوف تطوير في نوع التعليم المقدم قدم ليهم، حتى ان احنا كنا كمان يعني عندنا اخبار عن مساله انه ماده الرياضيات وماده العلوم هتقدم باللغه الانجليزيه في المدارس، وده هيطبق على الدفعه اللي رايحه سنه خمسه ابتدائي من ساعه ما يبقوا في اولى اعدادي، يعني احنا عندنا سنتين تقريبا للتجهيز لهذا الشأن. وأهمية ده إيه ومدى تقبل الناس ليه كأولياء أمور، وإزاي يتم كمان تأهيل المعلمين، لأنه ده شيء مهم جدا إنه المعلمين كمان يكونوا مؤهلين بشكل كبير على مسألة التطوير قبل ما يتعاملوا مع الأطفال ويعني التلاميذ داخل المدارس. فمسألة يعني التطوير اللي بيتم في قطاع التعليم مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، والوقوف على احتياجات القطاع الخاص بالتعليم شيء غاية في الأهمية، والدولة الحقيقة عاملة فيه جهود كبيرة جدا، يعني يبقى بس مسألة إنه الناس يعني تتعود على النظم الجديدة، لأنه طبيعي زي أي يعني شيء التغيير فيه ما بيبقاش سهل، وخصوصا بقى مسألة التعليم جوه كل البيوت المصرية، يعني وده شيء صحي جدا جدا وشيء إيجابي جدا إن احنا نهتم بتعليم ولادنا، لكن كمان مهم وتعلمنا في أزمة كورونا إنه نتعامل مع كل ما هو جديد، يعني مسألة التعليم عن بعد وقد إيه كنا كلنا متخوفين من هذه التجربة، لكن اضطرينا لها جميعا على كل الأصعدة، مش بس حتى في التعليم حتى في الشغل إنه اتعلمنا أونلاين. فكانت التجربة الحقيقة يعني أعتقد إنها أثبتت نجاحها بشكل كبير، وحتى لو كان عندنا نوع من التخوف منها، لكن مع كمان جهود وزارة الاتصالات الحقيقة مشكورة عدت هذه التجربة بنجاح، وبقينا حتى مع عودة المدارس ممكن الناس تستكمل تعليمها بهذا الشكل. خلينا نروح مع حضراتكم لخبر آخر عن منظمة الصحة العالمية، اللي قالت إنه مصر عالجت وكشفت على ثلث المصابين بالتهاب الكبد في إقليم شرق المتوسط. المنظمة كمان أضافت إنه مصر أخذت بزمام المبادرة نموذج قائم على الرعاية الصحية الأولية، وكمان نسقت حملتها الوطنية وكشفت على 60 مليون شخص وعالجت 4 مليون شخص، يعني تقريبا ثلث المصابين بالتهاب الكبدي في الإقليم. طبعا الالتهاب الكبدي فيروس سي، وحقيقة عندنا جهود كبيرة جدا اتعملت في مصر للقضاء على فيروس سي، وبقينا بنشوف ده وبنلمسه في الداخل المصري قد ايه كل أسرة مصرية تقريبا يعني في محيطها كان عندها مريض فيروس سي. فمسألة القضاء على فيروس سي
مست المواطن المصري بشكل كبير جدا جدا، لانه كتير مننا فقد اهله بسبب موضوع فيروس سي، وفقد غالي عليه بسبب موضوع فيروس سي، لانه ما كانش لسه في علاج لفيروس سي. لكن الحقيقه انه دلوقتي تم القضاء على فيروس سي في مصر، وكمان بتمتد هذه الجهود باقليم شرق المتوسط، هذه الجهود المصريه للقضاء على فيروس سي. وقال كمان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن التهاب الكبد الفيروسي بيصيب 360 مليون شخص على مستوى العالم، وبيؤدي لوفاة 3000 شخص كل يوم. فكمان ذكرت المنظمة في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي أن جمعية الصحة العالمية اعتمدت في عام 2015 استراتيجية للقضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030 من خلال الوقاية والاختبار والعلاج. توفير العلاج كان جزء يعني أعتقد أنه مش سهل، لكن تم، وتم يعني نجاح كبير جدا جدا جدا، شفناه جميعا ولمسناه جميعا. أعتقد أنه ما فيش حد يعني ما كانش يعرف مريض بفيروس سي وقد ايه بيعان وقد ايه بيتعب وقد ايه العلاجات المقدمه كانت علاجات يعني تعالج الاعراض فقط، لكن مش بتعالج الفيروس ومش بتحسن المريض، يمكن تطول في عمره لكن مش بتعالج من الفيروس. لما يعمل تحليل ما يطلعش انه ما عندوش فيروس سي. لكن العلاجات الجديده اللي دخلت مصر وبقى لها الحقيقه كذا سنه عملت طفرة في هذا المجال، وساعدتنا ان احنا النهارده بنقول انه يعني تم القضاء بالكامل على مسألة علاج، يعني تم القضاء على فيروس سي في مصر. وزي ما بقول لحضراتكم وطبقا للتقرير اللي كنا بنشوفه مع حضراتكم، يعني امتد ده لاقليم شرق المتوسط. خلينا نروح مع حضراتكم لخبر تاني. وأكد رئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الدعم اللي بيتلقاه الصومال من مصر هو دعم من القلب، ويرتبط بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأيضا يساعد على تحقيق المصالح المشتركة في المنطقة وباقي أنحاء العالم. وأشاد الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال على مدى القرون الماضية، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في مصر. وقال أنه خلال الصعوبات والمشكلات اللي واجهها الصومال على مدار العقود الثلاثة اللي فاتوا، كانت مصر معانا كي تكفل عودتنا إلى تبوؤ موقعنا الصحيح، ولا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة، معربا عن امتنانه للدعم الكبير المقدم للصومال فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية. هنتكلم أكتر بالتفصيل عن هذا الموضوع مع السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. ويعني علاقات من التعاون والتبادل التجاري شايفينها ما بين مصر وما بين الصومال علاقات تاريخية وممتدة، ويمكن العلاقات المصرية الصومالية تمتد لعهد الملكة حتشبسوت، ونهاردة بنشوف تبادل تجاري وصولا لمسألة وجود بنك مصر في الصومال. لا شك أن العلاقات بين مصر والصومال علاقات بتمتد بجذورها فعلا في أعماق التاريخ، وكانت ذات طبيعة تجارية بالدرجة الأولى، وعلاقات سياسية نشأت، ودور مصري أيضا في فترة تحرير الصومال والحصول على استقلاله في 1960-1961. ثم تطورت العلاقات ما بين البلدين لتشمل مجالات اجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى، وخاصة في المجال الثقافي والتعليمي والنشاط الاقتصادي. فيما بعد طبعا مرت الصومال في التسعينات بمرحلة فيها حرب أهلية عشائرية بين العشائر الصومالية، واستمرت هذه الأوضاع لفترة طويلة حتى وقت قريب، وبدأ نوع من يعني محاولة لإنقاذ الصومال من الأوضاع السياسية المتأزمة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة والحروب الأهلية المتواصلة. وتم لحد كبير يعني مواجهة هذه التحديات من خلال يعني تعاون عربي وتعاون ودور مصري ايضا بارز في هذا الصدد، ثم دور من جانب الامم المتحده والاتحاد الافريقي وبعض القوى الاخرى. لا شك ان المرحله الحاليه التي تاتي في هذه الزياره تمثل نقطه انطلاق جديده، مرحله جديده في العلاقات ما بين البلدين،
بتشمل كافة المجالات. الصومال له موقع فريد استراتيجي هام على مدخل البحر الأحمر، بينتمي مؤخرا إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر مع 7 دول أخرى، هي مصر والسودان والصومال ومصر والسودان ومصر والسودان والصومال وجيبوتي والأردن وأريتريا والسعودية واليمن. هذا المجلس مهمته الأساسية هي الأمن والتنمية. ومن ثم فإن الزيارة كما نعلم وكما واضح من خلالها هناك اهتمام بالملف الأمني والأوضاع الأمنية في الصومال، باعتبار أن الصومال جزء من الأمن القومي العربي، وأيضا تدخل في نطاق الأمن القومي المصري مثلما تدخل مصر في نطاق الأمن القومي الصومالي سواء كان العربي أو الأفريقي. صحيح سعادة السفير، ويمكن حضرتك بتتحدث عن الأمن المائي. طبعا هو الأمن اللي هنا الأمن القومي بيشمل مكافحة الإرهاب والأمن المائي أيضا. فالصومال بيواجه تحدي حركة الشباب الصومالية المدعومة من القاعدة وداعش وللأسف الشديد من بعض الدول الإقليمية التي لها قاعدة أيضا في الصومال للأسف الشديد. وهذا أمر أعتقد كان محل بحث واهتمام في المباحثات الحالية، خاصة وأن الرئيس الجديد كان رئيسا للصومال في الفترة من 2012-2017، وثم جاء في هذه الفترة الحالية وله توجه يميل أساسا نحو التوجه عربي حتى يكون هناك نوع من التوازن في العلاقات الصومال ما بين الجانب العربي والجانب الأفريقي. بمناسبة الأمن المائي، طبعا هناك في المباحثات تم التطرق إلى موضوع الأمن المائي والتصرفات الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع. للأسف الشديد ربما كثيرين لا يعلموا أن الصومال واجه نفس الموقف في علاقته مع أثيوبيا. هناك أنهار صومالية تم وضع سدود عليها للأسف الشديد بشكل أحادي وفرض أمر واقع، وحدثت أضرار جسيمة للصومال من جراء هذا الوضع. وبالتالي فإن هذا الموقف يماثل ما نواجهه الآن في سد النهضة، وباعتبار أن ما حدث في الصومال وأمنه وموضوع يتعلق بالأمن المائي، وأن ما يحدث وما قد يحدث من جانب أثيوبيا حاليا هو تكرار لنفس الموقف الذي حدث مع الصومال وكما حدث أيضا مع جيبوتي ومع أريتريا للأسف الشديد. وربما مثل هذه المعلومات ليست معروفة في الوقت الحاضر بهذا الشكل. فإذا موضوع ملف الأمن بصفة عامة كان على أولويات هذه المباحثات، وتم التأكيد على دعم مصر للصومال في هذا المجال وأن يكون هناك نوع من الدعم الأمني والعسكري. صحيح سعادة السفير، أيضا يعني نتحدث عن دعم مصري في مسألة تنمية الكوادر البشرية الصومالية ومسألة البعثات المصرية إلى الصومال. هو طبعا الجانب الاجتماعي أعتقد نال قدر كبير جدا من الاهتمام في المباحثات، وهو خاص بالصحة والتعليم. مصر كان لها دور تاريخي فيما يتعلق باللغة العربية فترة الرئيس جمال عبد الناصر. نحن الآن نشعر أن اللغة العربية في الجيل الحالي لا يحظى بنفس الاهتمام السابق، وبالتالي هناك تأكيد على دور حيوي وهام من جانب مصر في الجانب التعليمي، وخاصة فيما يتعلق أيضا بالبعثات الصومالية للأزهر الشريف وللجامعات المصرية، وإمكانية أن تكون هناك مدارس مصرية مرة أخرى كما كانت موجودة من قبل. أيضا جانب الاجتماع بيشمل موضوع الصحة، وأعتقد هذا المجال بيحضر اهتمام كبير جدا ودور محوري من جانب مصر فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا بإنشاء نظم صحية وتدريب وبناء قدرات في المجال الطبي وإنتاج اللقاحات من مصر وتوزيعها وتوفيرها بشكل عادل خاصة مع الدول الأفريقية ومن بينها طبعا الصومال. أعرض على المجال الآخر وهو المجال التجاري والاقتصادي، وتم التوافق على إنشاء فرع لبنك مصر، وأعتقد أن دي بداية جيدة لزيادة حجم التبادل التجاري اللي بيصل حاليا إلى حوالي 70 مليون دولار،
واعتقد ان هذا الامر لو نفصل للساده المشاهدين سعاده السفير، هذه الخطوه كيف تؤثر اقتصاديا بالنسبه للصومال؟ هو طبعا بيبقى فيه نوع من التمويل ونوع من الاستثمارات في قطاعات اقتصاديه وثروات طبيعيه موجوده لدى الصومال. ربما لا يعرف الكثيرين ان الصومال لديها ثروه بحريه ضخمه جدا، لان السواحل الصوماليه هي اطول سواحل في القاره الافريقيه، تصل حوالي 3330 كيلومتر. ايضا لديهم ثروه حيوانيه ضخمه، وان تاثرت بتغيرات المناخ وحاله القحط التي او الجفاف التي يمر بها الصومال حاليا، ويعاني من ازمه انسانيه لما يقرب من حوالي 3 الى 4 مليون، فشد الحاجه الى المساعدات الغذائيه. ايضا في هذا المجال نحن نعلم ان الصومال لديه ثروه معدنيه ربما لم يتم استغلالها بعد، وهي في اليورانيوم والبترول والغاز. وهذا امر يفتح مجال لاستثمارات سواء مصريه او عربيه على النحو الذي تدفع معه عمليه التنميه المستدامه والتطوير والاصلاح والتحديث. صحيح. لا شك ان هذه الزياره اعتقد تمثل نقطه انطلاق في علاقات مع الصومال تشمل كافه المجالات الامنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. سعادة السفير، كمان عايز اسال حضرتك، يعني يمكن زياره للرئيس الصومالي لمصر في يعني اولى جولاته بعد توليه الرئاسه، كيف قرات هذه الزياره؟ هذه الزياره كما اشرت انه يجيء هذه يعني الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كما اشرت كان رئيسا للصومال فتره من 2012 2017، والعلاقات بين مصر والصومال في هذه الفتره شهدت تناميا وتعاظما لحد كبير. جاءت الفترة التي تلتها وشهد الصومال للأسف الشديد أوضاع سياسية متأزمة. صحيح. وأوضاع اقتصادية متدهورة وأوضاع اجتماعية تسودها نشاط كبير لمنظمة لحركة الشباب الصومالية بتعاون مع القاعدة وداعش، وأيضا كما أشرت إحدى الدول الإقليمية التي تشكل محورا مع إيران. للأسف الشديد هذه الفترة عانى الصومال منها معاناة شديدة، وحصل تدخل في شؤونه الداخلية إلى أن تم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود بانتخابات نزيهة وشفافة، وجاء إلى سدة الحكم مرة أخرى بتوجهات. تأثير هذا على مسألة الأمن والاستقرار في الداخل الصومالي يا فندم؟ الأمن والاستقرار الصومال للأسف الشديد قبل مجيء حسن شيخ محمود في الفترة السابقة كان هناك يعني أوضاع سياسية متأزمة، لأن قوى المعارضة وبعض القبائل في بعض الولايات الصومالية كانوا يعني بيعارضوا بشدة الرئيس السابق، وكان يصدر بعض القرارات لمد فترة ولايته دون رجوع إلى البرلمان، ويحاول أن يعني يوجد نوع من المصالحة وفي صراع بينه وبين رئيس الوزراء الذي كان في سدة الحكم معه. وللأسف الشديد كما أشرت أن هذه الأوضاع يعني الصراع القبلي العشائري للأسف في الصومال كان يزداد حدة. نعلم أن هناك أربع عشائر رئيسية في الصومال، وأن الانتخابات تتم على أساس 4.5 يقصد بها الأربع عشائر بأصوات عدد متساوي والنصف يمثل الأقليات. تم الانتخابات في هذه المرة بشكل نزيه وشفاف، وتم التوافق بين العشائر على انتخاب الرئيس الجديد لتنتهي الحقبة السابقة التي كانت تعاني منها الصومال من أوضاع سياسية متأزمة وأوضاع اقتصادية متدهورة. وبالتالي تهجئ هذه الزيارة لتكون بداية وانطلاقة جديدة فيما يتعلق بعلاقات الصومال مع العالم الخارجي، وخاصة مع مصر في المجالات التي تحدثت عنها سواء كانت الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. صحيح. سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التاسعة يا فندم. حقيقة انه يعني احنا في الصيف وكل الناس في الصيف تحب تروح البحر، واحنا هنا كلنا بنحب اسكندرية، مين ما يحبش اسكندرية؟ لكن احنا كمان عايزين انه طول الوقت كل الناس تقدر تروح البحر.
كل الناس اللي حتى عندهم يعني احتياجات خاصة يقدروا انهم يفرحوا ويستمتعوا بالصيف زيهم زي كل الناس. يكون عندنا شواطئ مخصصة ليهم، ناس تساعدهم انهم يستمتعوا بيومهم ويقدروا انهم يصيفوا ويتبسطوا زي باقي الناس. خلينا نروح نشوف مع حضراتكم لتقرير بيتكلم على ذوي الهمم وفرحتهم بافتتاح اول شاطئ للمكفوفين في اسكندرية. نروح مع حضراتكم نتفرج على هذا التقرير. والحقيقة ان الواحد بيسعد لما يشوف الخدمات دي تقدم لأهالينا من ذوي الهمم، انهم يستحقوا انهم يسعدوا بكل يعني ما يقدم داخل المجتمع المصري، يستحقوا انهم يعيشوا حياة كريمة يستمتعوا بيها بكل يعني الطبيعة الحلوة اللي احنا بنعيشها في مصر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونروح فاصل ونرجع بعد نكمل معاكم فقرات التاسعة. خليكم دايما معانا. فكرة شاطئ المكفوفين الحقيقة كانت فكرة جميلة من إدارة السياحة والمصايف عندنا في اسكندرية. فكرة بتعتمد على مجموعة من الحبال العائمة اللي بيسير على هداها الكفيف، وهي تمتد بطول 30 أو 35 متر داخل المياه، وتمثل فتح الدخول وفتح الخروج. بتعتمد أيضا على منسوب ارتفاع المياه ما يزيدش عن متر ونص تقريبا. كل كفيف احنا بنزوده بصفاره بتبقى في رقبته في حال استشعار اي خطر بيصفر بيها، وان كنت انا باكد ان مفيش اي نوع من انواع الخطوره، لان احنا اخترنا المنطقه اللي بنعمل فيها هذا الشاطئ بعنايه. فكره جميله نبعت من فكره العام الماضي اللي هي فكره شاطئ ذوي الهمم اللي انشاناه العام الماضي. خليني اقول لك كل عام هيبقى فيه تطوير جديد. خليني اقول لك ان فكره الشاطئ المجاني نفسه فكره جميله بنكررها في منطقه الانفوشي. الشاطئ بيسع 1000 اسره تقريبا في حدود 4000 نسمه، وكذلك شاطئ الانفوشي 4000 نسمه تقريبا. الشاطئ بيستقبل الحالات الفرديه ومفتوح طول اليوم، لكن احنا دايما بنحاول ننسق مع الجمعيات اللي بترعى فئات الاعاقات، زي مثلا جمعيات بترعى اصحاب الاعاقات الحركيه. احنا خلاص اصبحت الاداره المركزيه هي الجهه المنوط بها التنسيق مع كل جمعيات الاعاقات اللي بترعى الاعاقات في انحاء الجمهوريه. في فريق الاعلام بيبقى متواجد، بننظم لهم يوم ترفيهي، بيبقى فيه رعاه كتير عندنا بيقدموا لهم وجبات، بيبقى يوم ظريف جدا زي اليوم اللي احنا شايفينه النهارده. النهارده في جمعيه من اسكندريه، وفي جمعيه من المنيا، وفي جمعيه من البحيره من الدلنجات، كلهم موجودين معانا النهارده. احنا عندنا شاطئ اوريدي لذوي الهمم اللي هو فيه الرامب بتاع اصحاب الكراسي المتحركه، وكان دايما سياده المحافظ صراحه دايما بيدعم جدا اي حاجه لشاطئ ذوي الهمم. وكان مره اللي هو جمال رشاد رئيس الاداره كان بيقول احنا ليه ما بيجيناش جمعيات مكفوفين كتير، فلما حطيت نفسي مكانهم حسيت ان انا محتاجه حاجه امنه انزل فيها، ابقى خايفه وانا لوحدي، هم دايما بيسندوا دايما حد مرشد ليهم. فهي الفكره برضو في ان هو الاستمتاع بالبحر مش مجرد نزول البحر، فانا عشان استمتع لازم اكون بحريتي. احنا هنا شغلنا بيتمع لثلاث حاجات، اول شيء بيبقى تامين، تاني شيء بيبقى انقاذ، ثالث شيء بيبقى اسعاف. طول ما انا هنا جيت الميه امنت ارواح الناس اللي موجوده معايا في الميه، يبقى هوفر وهريح مجهود شغل الانقاذ، ولو وفرت شغل مجهود الانقاذ هوفر شغل الاسعافات معايا، هيبقى الناس اللي موجوده معانا في امان وهيروحوا مبسوطين. تامين هنا في شاطئ ذي الهمم 100%، في خطوط عايمه وفي رامب للكراسي المتحركه، وفي منقذين مغطين العدد، يعني يكاد يكون كل ثلاث افراد بيبقى معاهم منقذ في المايه طول الوقت، طول ما المكفوف او المعاق في المايه احنا في المايه، وبنشعر بكميه طاقه ايجابيه جامده جدا، وبنبقى فرحانين، والله بنبقى فرحانين واحنا معاهم. بحب يعني اشكر يعني المحافظ وسياده الرئيس اللي فتحوا لنا يعني الشاطئ ده، والشاطئ ده الصراحه يعني جميل وفي حاجات جميله،
حتى يعني مدينا السفاره دي يعني عشان لو يعني لو غرقنا مش هنلحق يعني نغرق يعني فبنسفر فبيجولنا على طول. الشاطئ حلو يعني عشان خاطر احنا الاول كنا لما كنا بننزل في شواطئ تانية ما كناش عارفين ناخد راحتنا، لكن هنا انا يعني احنا خدنا راحتنا زي ما احنا عايزين. انا الشاطئ حضرتك ما كنتش بننزل اساسا الميه بالمعاناه بتاعت الرمله وما نعرفش ننزل وما بيعرفوش ينزلوني من الرمله. دلوقتي ربنا يبارك لهم من ساعه ما عملوا لنا مشايه اللي هي ورايا ديت بسم الله ما شاء الله بننزل عليها عادي وبينزلوني والحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه من ربنا الحمد لله. هذا البرنامج برعاية. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف الخريطة للعام الدراسي القادم فيما يخص الجامعات. المجلس الأعلى للجامعات النهاردة في اجتماعه وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023. هيبتدي يوم السبت 1/10. الدراسة هتفضل مستمرة، الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوع ينتهي يوم 5/1/2023 بإذن الله، وتبدأ بعد كده امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول هتبدأ يوم 9/1/2023 وتنتهي يوم 26/1/2023، يعني هتبتدي أجازة نص السنة، تبتدي من يوم السبت 28 يناير 2023 وتخلص يوم الخميس 9/2/2023، وبعد كده يبتدي الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، والدراسة تستمر لمدة 16 أسبوع تخلص يوم الخميس 1 يونيو 2023. بعد كده نيجي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وحتتم خلال شهر 6/2023 وفقا بقى لطبيعة الدراسة والامتحانات داخل كل كلية. إن شاء الله يعني نستمتع بالأجازة وعام دراسي جديد موفق بإذن الله. إحنا مستمرين مع حضراتكم وحديثنا عن الجامعات المصرية. عندنا كمان أخبار عن إدراج 24 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية، وده حصل السنة دي. خلينا نعرف بالتفصيل إيه اللي حصل. معانا على التليفون دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. أنا ببارك لك الحقيقة على ده، لأنه إحنا كنا بنتكلم في 2022 النهاردة يعني بنتكلم على 24 جامعة داخل هذا التصنيف، في 2020 كنا بنتكلم على 4 جامعات مصرية فقط. برأيك يعني أي القطاعات اللي نهضت بالجامعات المصرية في هذا التصنيف وإزاي تم هذا التطور؟ مساء الخير على حضرتك. بس عشان حضرتك تبقي عارفه طبعا يعني تصنيف شنغهاي ده من اقوى التصنيفات اللي موجوده. صحيح. وهو تقريبا بيعمل الرانكينج او التصنيف في حوالي 45 تخصص. في 5 مجالات يعني في الجزء الطبي والجزء الهندسي وعلوم الحياة والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. بيعتمد في التقييم في كل واحد من هذه التخصصات على 5 مؤشرات، منهم مؤشرين خاصين بالنشر العلمي. حضرتك هنا يا دكتور بتتحدث عن معايير هذا التصنيف للاختيار. بالضبط كده، عشان حضرتك بعرف ليه احنا بنزيد في هذه التصنيفات يعني. منها النشر العلمي في منها 2 من المؤشرات دول اللي هم علاقه بالنشر العلمي الكامل اللي بيتنشر في المجلات ذات يعني بيسموها الكي 1 جورنال اللي هي المجلات او الدوريات العلميه اللي هي عاليه في المستوى. وكمان عدد الاستشهادات من ما تم نشره والانترناشنال كوبريشن يعني التعاون الدولي في هذه ثم الجوائز المنسوب بياخدوا. طبعا زي ما حضرتك يعني احنا بعد السنه دي تقريبا زاد اللي دخلت في النشر العلمي اللي دخلت في الاكبر هو بيحسب أكبر 500 جامعة يعني أول 500 جامعة. فالعدد الجامعات اللي دخلت في أول 500 جامعة أكثر من 4 أضعاف أو 5 أضعاف تقريبا السنة اللي فاتت.
احنا كمنصورة السنة دي احنا دخلنا في 10 من التخصصات. 10 ما بتسبقناش غير جامعة القاهرة بس 15 تصنيف، لكن احنا تاني جامعة في عدد التخصصات اللي دخلنا فيها. التخصصات اللي احنا دخلنا فيها دي منهم طبعا في 4 من الحاجات اللي انا قلت الحركة عليها، لكن منهم 4 في المجال الطبي و3 في المجال الهندسي و1 في العلوم الطبيعية و2 في علوم الحياة. اللي انا عايز اكد عليه بس حضرتك ان في من العشرة دول احنا 3 طالعين فيهم الاول، يعني الطب السريري والاول على مستوى مصر، يعني الطب السريري والتكنولوجيا الطبية والعلوم الرياضيات. العلوم الرياضيات احنا الجامعة الوحيدة اللي تخلى في 500 الاول. الباب بيعكس ايه زي ما حضرتك قلت، يعني كم النشر العلمي اللي تم. طب ليه النشر ده بيزيد؟ اولا الاهتمام اديته الوزاره والجامعات لهذه المنظومه، لان حضرتك بتبصي يعني اي حد دلوقتي لما بيجي طالب عايز يلتحق بجامعه، واحنا طبعا في عصر العولمه، بيخش ويشوف الجامعه دي ترتيبها ايه، فده بيجذب لنا طلبه وافدين اكتر يعني. لما بيلاقي ان الجامعات حاجه ثانيه، جامعه ثانيه عايزه تيجي تعمل، وده يا دكتور اعتقد انه حتى يؤثر على الشهادات المصريه، يعني انا ببقى متخرج من جامعه مصريه معتمده عالميا في تصنيفات عالميه، ده يؤثر على الشهاده دي، ما سافرش بره ويقولوا لي شهاده محتاجه تتعادل. بالظبط، لما تيجي مثلا دوله بتيجي تبعت لينا طلبه بيبص على يقول انا مش هبعت الرانك الا جامعه الرانك بتاعها من 500 الاوائل او من 300 الاوائل صحيح او من 200 الاوائل. فده كله كده الاهتمام اللي احنا يعني اتعمل دورات كثيره عشان نقدر ندخل او نقدر ندخل الداتا بتاعتنا بالشكل اللي هذه المنظمات اللي معنيه بهذه الرنكات تقدر تاخد منها الداتا. ده طبعا اتعمل عليه دورات، والاهتمام كمان في كل جامعه ان احنا نزود حوافز النشر، يعني اذا كان في يعني حد من الباحثين بيشهر في الكي 1 جورنالز بياخد حافز مادي من الجامعه بتاعته. فده كله طبعا سبب الغيره بقى العلميه زي ما حضرتك عارفه، والتنافس كل واحد حاله التنافس الايجابيه بالظبط كده بين الافراد وبين الايه وبين الجامعات ايضا الجامعات مع بعض. فده صحيح. كله بينعكس في الاخر على منظومه التعليم العالي في مصر بحالها يعني. طيب حضرتك قلت ان جامعه المنصوره كان ترتيبها في يعني رقم كام في التصنيف، وايضا عايز اعرف الجامعات المصريه الجديده اللي انضمت السنه دي لهذا التصنيف. لا هو في جامعات كثيره دخلت، انا قلت لحضرتك احنا كنا السنه دي احنا 20 جامعه، يعني 24 جامعه زياده 20 على سبيل المثال، زياده عن التصنيف اللي فات 20 يعني حوالي 20 جامعه. دي طبعا دخلت فيها، كان عندها قبل كده في العلوم الهندسيه دخلت يعني ليها في العلوم الهندسيه كويس، زودت الجامعات صغيره زي جامعه كفر الشيخ دخلت بشكل كبير في 2 من التخصصات، عندنا في بني سويف دخلت في واحده، يعني في جامعات كتير دخلت في المره دي ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. انا بشكر حضرتك دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي. نروح مع حضراتكم لخبر تاني، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة الصبح لسير العمل في مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون. خلال الزيارة أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، خاصة إنهاء الأعمال التنسيقية للموقع مع الالتزام طبعا بالنسق المعماري المخطط ليه، بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة. هينضم لنا على الهاتف عشان نتكلم أكتر عن هذا الموضوع دكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان. مساء الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا يعني آخر ما تم من تطوير في منطقة سور مجرى العيون. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو المشروع مجرى العيون واللي هو كان في مدارس سابقا، ان هو بيتكون من
جزئين، جزء المكون العمارات السكنية والمكون الثاني المبنى الإداري الثقافي الإداري الرئيسي. العمارات احنا في عندنا حوالي 79 عمارة، يعني بنقدر نقول ان تم الانتهاء من حوالي 80% من الاعمال، وان شاء الله خلال الشهرين او الشهرين ونص الجايين نكون تم الانتهاء من جميع اعمال الامارات. بالنسبه للمبنى الاداري، ده المبنى الاداري التجاري برضه جاري انتهاء من حوالي ما يقرب من 90% من الاعمال الخرسانيه، ودلوقتي شغالين في اعمال التشطيبات الداخليه والخارجيه. طيب دكتور، انا كنت عايزه يعني اعرف من حضرتك، هو تمت كل اعمال الازاله خلاص؟ طبعا، هي اعمال الازاله دي كانت المرحله الثانيه، هي كانت المرحله الاولى هي مرحله حصر السكان وحصر الانشطه وتوفير السكن البديل ومكان مكان العمل البديل. كانت المنطقه دي فيها سكن وفيها منطقه المدابر. منطقه المدابر اتنقلت في منطقه الروبيكي ببدر، صحيح، مدينه بدر. والاسر اللي كانت ساكنه برضه تم نقلهم وتعويضهم بوحدات بديله في مدينه بدر بجانب مكان عملهم. فدي كانت المرحله الاولانيه. جت بعد كده المرحله الثانيه، مرحله الازاله، ودي كانت المرحله الصعبه. مش عشان بس الانشاءات اللي تم ازاله ثلاث مناطق عشوائيه يا دكتور افندم، ثلاث مناطق عشوائيه تم ازالتها. هي 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 منطقه، هي منطقه كبيره داخليا فيها اكثر من منطقه عشوائيه. انما الازاله هي صعوبتها مش بس في ازاله المنشأ المبني، لا ده كمان عشان التربه كانت يعني بتحتوي على مواد كثيره نتيجه الاعمال الصناعيه، فكانت لازم في جزء منها بيتم احلاله عشان يسمح بعمليه البناء. صحيح. طيب المفروض انه المكان ده دلوقتي يكون وجهه سياحيه زي ما احنا بنتكلم لمصر. المخطط ده المفروض يتم افتتاحه امتى؟ واحنا وصلنا فين في هذا العمل؟ منطقه مجرى العيون هي واحده من مناطق القاهره التاريخيه. صحيح. احنا النواه الاولانيه او اول جزء خالص اللي هو تم الانتهاء منه اللي هو كان بحيره او حديقه عين السيره او حديقه المتحف الحضاره، ودي كانت برضو منطقه عشوائيه وتم تطويرها والانتهاء منها. والصور رائعه الحقيقه، والمكان يعني اكثر من رائع، الواحد بيسعد لما يعدي عليه. وان شاء الله هيتم استكمالها بحدائق تلال الفسطاط اللي جاري العمل فيها حاليا. ده فيما يخص المناطق المفتوحه واللي هي تعتبر خدمات ترفيهيه لسكان القاهره. المشروع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده مشروع يعتبر سكني خدمي، لان ده جزء من القاهره الاسلاميه، ففي خدمات تجاريه وثقافيه زي ايه؟ زي مسرح مكشوف، زي عندنا خمس دور سينما، في عندنا مجموعه كبيره من المطاعم اللي هتكون المطاعم التقليديه بنسميها الاورينتال، اللي هي تتماشى مع المكان، في مناطق بازارات ومحلات تجاريه ومكاتب اداريه وفندق، فهي منطقه متعدده الاستخدامات، غرضها الاساسي الترفيه والثقافه، فاكنه مركز ثقافي بيتناسب مع قيمه المكان. هيكون في كمان اعتقد جراج لهذه المنطقه علشان الناس يعني يكون سهل تكون موجوده فيها. بالظبط، هو في جراج تحت الارض بيسع حوالي 1000 ما يقرب من 1255 سياره، ده بالاضافه الى اماكن الانتظار السطحيه اللي هي سواء كانت جزء من الطريق او مناطق مجمعه تحتل جزء من الطرق. طيب العمل ابتدى في هذه المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها، منطقه الكافيهات والمنطقه الترفيهيه. هي دي الجزء اللي هو اللي انا ذكرته في الاول اللي هو المبنى الاداري. المبنى الاداري تم العمل فيه، وجاري حاليا خلال الشهرين او الثلاثه اللي جايين ان شاء الله جاي للانتهاء من اعمال التشطيبات الخارجيه والداخليه. هل تم اتفاق مع فندق ما مثلا لوجوده في هذه المنطقه؟ يعني الموضوع هنا بيتم ازاي؟ طبعا احنا هيئه المجتمعات
من احد الجهات الاساسيه اللي بتساعد هيئه المجتمعات في عمليه التسويق شركه سي تي اتش. والشركه هنا من خلال يعني حاليا من خلال التفاوض والدراسه مع الشركات المتخصصه في مجال الفندقه ومجال المطاعم حاليا بيتم يعني تقديم اكثر من عرض يعني دراسه العروض المقدمه من الراغبين في ان هم يكونوا جزء من المكان، سواء الكلام ده يخص المطاعم او الانشطه التجاريه او حتى الفندق اللي هو هيكون فندق اربع نجوم بيقاس حوالي ما يقرب من 160 غرفه. تحديات العمل يا دكتور، واحنا بنحاول نحافظ على النسق الحضاري والتاريخي للمكان. معلش ممكن السؤال تحديات العمل لو احنا بنتكلم على بنا واحنا بنحاول نحافظ على هذا النسق الحضاري والتاريخي للمكان، لان المكان ده طبيعه خاصه. طبعا هو تحديات المكان يعني في صعوبه المكان ان هو رقم واحد ان هو زي ما قلنا ان هو جزء من القاهره الاسلاميه او التاريخيه، وبالتالي لازم التعامل مع الموضوع ده بحساسية أو بمقدار من مراعاة الطابع المعماري والعمراني للمكان، وبالتالي ده انعكس على المفردات المعمارية سواء للمباني السكنية أو المبنى التجاري. إنما التحدي الحالي بعد الانتهاء من المنظر الجميل والمباني الجميلة اللي احنا شايفينها، إن احنا إزاي ندير هذا المكان ونحافظ. صحيح الإدارة الجيدة. صحيح. والحاجة الثانية إن احنا إزاي لأن المنطقة المحيطة به ما زالت يعني تتطلب التطوير، لأن هي مناطق غير مخططة، وعشان كده بنقول إن المنطقة اللي احنا شغالين فيها دي مرحلة أولى، جاري بقى العمل إن شاء الله في الإزالات للمناطق غير مخططة زي سكر والليمون وحوش النخيل والمناطق القريبه من مجرى العيون، بحيث يكون المنطقه، انا مش بتكلم بس على المنطقه دي اللي هي حوالي 80 فدان، ده انا بتكلم على المساحه الاكبر اللي هي بتمتد للقضاء على كل المناطق العشوائيه غير المخططه. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، الحقيقه موضوع يخض كده شويه، ويمكن هو مش اول مره يحصل وسمعناه قبل كده، مسألة إنه حد يحاول يبصم حد توفى على عقود ما، يعني حصل ضبط لسيدة تحاول إنها تحصل على بصمة أختها اللي توفت من داخل ثلاجة حفظ الموتى. طيب هو في بصمة للمتوفي؟ يعني لو أنا أخدت البصمة دي، البصمة دي عمرها الافتراضي قد إيه؟ لما يعني تحصل على عقد ما، هل ممكن تكتشف؟ هنعرف ده من المتخصصين. معنا دلوقتي يا دكتور مها غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكيه بكليه الطب جامعه اسكندريه. مساء الخير عليك يا دكتور، وعايز اسال حضرتك العمر الافتراضي للبصمه، يعني عشان حد ياخد بصمه حد توفى ويروح يقدم هذه العقود، هل بيتم اكتشافها ولا لا؟ خلال الايام الاولى طبعا مش هيتم اكتشاف حاجه، لان هي البصمه بتفضل زي ما هي. يعني تقعد لخلال ايام. خلال ايام لغايه ما يحصل يا اما تحلل في الجلد خلاص، او يحصل فيه يعني غزو بالطفيليات والحاجات اللي هي بتبقى الدود والحاجات دي. خلاص دي اللي بياخد شكلها، يبتدي يتغير بقى ويبقى صعب انها تحطها على ورقه او تحطها على بصمه. دي حاجه. الحاجة الثانية برضك بيفرق بقى شوية حاجات بسيطة، يعني مثلا الجسم في حالة ارتخاء، لأن حضرتك البصمة مش مجرد إن حضرتك بتحطي صباعك كده بشكل يعني نقول إيه هورزونتال أفق كده، لكن حضرتك بتدحرجي الصبع يمين وشمال شوية خلاص عشان تاخدي بصمة كاملة. فطبعا لو الجسم في حالة ارتخاء هتعرف تتصرفه، لو الجسم متخشب هيبقى صعب شوية بس ممكن. وهل بتتغير؟ لا، في خلال الايام الاولى دي لا يحصل تغيير. يعني الطب الشرعي ما يقدرش يثبت انه هذه البصمه لحد ما توفى. هذه البصمه حصلت بعد الوفاه. ما لم يكن حدث تغير في البصمه الاصليه اللي هي ده طبعا ما فيش، صعب جدا. طب نوع دم البلغات يا دكتور مها بيجي لكم كتير؟ لا بس هي في الافلام احنا بنشوفها في الافلام. لو حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم عليها واقع دلوقتي الحقيقه مش افلام. لا هو في يعني مثلا في ناس بتاخد البصمات عشان تفتح مثلا اجهزه. يعني لو حضرتك مثلا بتدخلي عملك تليفون او
او تليفون هل ممكن تزور البصمه ونعمل لها هيكنج؟ اه ممكن. يعني ممكن اصور بصمه حضرتك واعمل لها سكان واحط عليها ماتيريال كده معينه واحطها على التليفون يقول لك ايوه هي دي. التليفون ما يعرفهاش. اه خلاص، فممكن طبعا فتحها. لكن احنا هنا بنتكلم على انه يعني مثلا حضرتك بتقولي بصمه في الشغل، بصمه للتليفون، مش هتتم بطريقه احنا بنقول انه لا ده تم ضبطها داخل مستشفى تقريبا، بتحاول تاخد البصمه بتاعت اختها من شخص حي. زي بالظبط الوفاه، زي ما يكون في واحد في حاله غيبوبه. الوفاه في الساعات الاولى والايام يومين الثلاثه الاولين قبل ما يبتدي يحصل التغيرات الرميه بتبقى زي ما يكون واحد في غيبوبه، ما حضرتك ممكن تبصميه برضه. صحيح. دي زي دي مش هتفرق. وبعدين دلوقتي يعني هي البصمات في الطب الشرعي اساسا للاستعراف، للتعرف على الشخصيه، يعني حد متوفي عايزين نعرف هو ده ولا لا. هو ده بقى بنحاول نستعيد بقى لو القصه فيها تعفن او تحلل او حد غرقان في الميه او حد، الحاجات دي بيبقى في تغيرات بقى شديده في شكل اليد والبط وشكل الجلد، وبرغم ذلك برضك الطب الشرعي بالطرق الحديثه بيقدر يتعرف على الشخصيه دي، بس للتعرف للاستعراف وليس للحصول على بصمه حطها على اوراق زي الحاله اللي هي قبل ضبطها دي. صحيح. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مها غانم رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الكلينيكيه بكليه الطب جامعه اسكندريه. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لتونس، والتونسيون بيدلون بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد. لجان الاقتراع فتحت أبوابها في 6 من صباح النهاردة بتوقيت تونس للاستفتاء على الدستور الجديد. نتكلم مع حضراتكم عن الدستور الجديد وملامح هذا الدستور الجديد وماذا يقدم للشعب التونسي. معانا على التليفون أستاذ بدر قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس. مساء الخير على حضرتك، ويعني بداية ازاي مساء الخير على حضرتك يا فندم استاذه بدرة، وكيف تم اليوم الاول من الاقتراع والاستفتاء على الدستور الجديد في تونس ومن قبله الانتخابات خارج البلاد، الاستفتاء على الدستور خارج البلاد؟ اهلا وسهلا، مرحبا بيك يحيى. الشعب يسقط كل عدو للشعب، نهنئ الشعب التونسي بثلاثة مليون تونسي اللي هذا سكوب لكم انتم، يعني خرجوا 3 مليون تونسي اليوم يعني للاستفتاء والتصويت بنسبة نعم كبيرة وكبيرة جدا تصل حتى ل 80%. صراحة أنا الآن أعبر عن سعادة كبيرة جدا إنه انتهى عهد الخونجية، انتهى عهد المافيا السياسية في تونس. اليوم تونس ستنتلق وستنتلق إلى تنتقل إلى الجمهورية الجديدة. صدقني أنا الآن الرقم لذلك في جاني رسمي، مدد وانتم كلمتوني يعني عندي نسبة سعادة كبيرة برشا باش نعبر عليها، إنه إصبح صحيح كان الإقبال نوعا ما ضعيف باعتبار موجة الحرارة الكبيرة برشا في تونس، الدنيا سخونة برشا في تونس صراحة اليوم، وكنا خايفين متخوفين من أن هذا موجة العزوف عن على التصويت، وانه فما طبيعة الحال ماك تعرف العدو اللي هو عارف روحه انه خلاص مش ينتهي، فهو يحاول ويشكك ويجيد الناس من اجل المقاطعة، لكن الحمد لله الشعب التونسي وعارف روحه في مرحلة تاريخية كبيرة برشا، والشعب التونسي يثبت للعالم كله وللعالم العربي انه قد المسؤولية، وانه خرج من الساعة 5 بدات الطوابير كبيرة برشا في تونس الى الان، يعني احنا قاعدين نشوفه الى الان فما 3 مليون تونسي خرجوا صوتوا، النسب ترتفع بشكل كبير برشا، الحمد لله يا ربي. تونس ستنتقل الى الجمهوريه التونسيه يقودها ربان واحد، وستكون النظام رئاسي، وننتهي فعلا من هؤلاء اللي هم ثلاثه رؤساء وثلاثه يخلصوا ويقسموا مع بعضهم فيما يقولوا بالتونسي. استاذه بدره طبعا يعني بتنقل لنا نبض الشارع التونسي فيما يخص مساله الاستفتاء الدستوري الجديد، عايز اعرف من حضرتك يعني اهم ما لفت نظرك في يعني الدستور الجديد، واهم
يعني البنود اللي بيرحب بيها الشارع التونسي؟ يعني الشارع التونسي شوف يرحب بالبنود اولا البند الاول انه باش تكون فما جمهوريه تونسيه جمهوريه نظامها رئاسي هذا اهم شيء بالنسبه للشعب التونسي لانه مل وكل وعشريه سوداء تتقاسمها ثلاثه سلطات ما بين الحكومه التنفيذيه يعني السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه يعني لعبوا بالتونس ولعبوا بمصير دوله كامله كيف ما حبوا وكيف ما هذه اولا هذه اول حاجه التوانسه خرجت من اجلها حتى انه البارح نحكي مع تونسي يعني يقول لي انا مش مهم المهم حاجه واحده اني انا نعرف الفيزا دي نتاعي يعني الانسان اللي قابلني انه فما رئيس النجم نتحاور معاه والنجم نقول له لا ولا مش ثلاثه ومش عارف المسؤوليه عنده شكون هذه نقطه اولى النقطه الثانيه انه الاسلام السياسي ليس ملك الاحزاب انما هو ملك الدوله وتنتهي قصه ولغه الحزب اللي هو يحمل ايديولوجيا دينيه وهذه زاد نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للتوانسة نقطة أخرى وفصل آخر بالنسبة للتوانسة مهم ومهم جدا هو مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام وهذه كلها زادة نوعا ما وليست مهمة بالشكل اللي يمكن أنه احنا نقوله توانسة يستناو فيه فما فصل احنا نعتبروه مهم جدا كذلك هو الفصل الجباية اللي هي يلزم يكون فما جباية عند الناس الكل وكيف كيف وبنفس المستوى كذلك هناك الكثير من الفصول لكن اهم فصل انا اقول الشعب التونسي كيف خرج من اجل انه ينتهي يعني هذا النظام اللي هو تافه جدا وهذه السلطة اللي شبه برلمانية واللي تكون هناك نظام سياسي رئاسي أستاذة بدرة قعلول أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وطبعا بنتمنى للأشقاء في تونس الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعد نكمل الكلام خليكم دايما معنا نجوم التاسعة حلمك ممكن يبقى حقيقة من كل محافظات مصر صوتك حلو حلمك تغني تبقى ستار بتكتب شعر خيالك واسع نفسك قصصك تبقى حقيقة ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة عرفنا بنفسك وبموهبتك اسمك تليفونك محافظتك غناء ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين غني وسمعنا صوتك شعر ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF كتابة ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF مستعد جاهز آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو نجوم التاسعة أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى أهلا بحضراتكم من جديد المواهب كنوز وكنوز هامة جدا الحقيقة علشان كده لازم نهتم بيهم وندعمهم ونشجعهم وعلشان كده النهاردة بنشوف نجوم التاسعة الفقرة اللي بتتعمل في برنامج التاسعة علشان نشوف يعني كل المواهب الموجودة في كل محافظات جمهورية مصر العربية هننتظر ان انتوا تبعتوا لنا رسائل كلها مواهب وكلها مبدعين من مبدعين مصر اللي احنا متعودين ان احنا نشوفهم عايزين نشوفهم هنا في مسابقة نجوم التاسعة وعايزين نشوف اكبر عدد من المبدعين ومن النجوم ابعتوا لنا على صفحة البرنامج صفحة القناة الاولى وصفحة برنامج التاسعة يعني قدم أحسن ما عندك اجتهد أنك تقدم أحسن شيء عندك لأنه المنافسة كبيرة والعدد كبير لو أنت موهوب في الشعر أو في القصة القصيرة أو في الغناء قدم وإن شاء الله يعني تقدر أن أنت تحقق حلمك من خلال المسابقة دي والمسابقة هتكون مستمرة لحد آخر الشهر ده بس فبادر وقدم موهبتك وابعت لنا على صفحة التاسعة وهنروح دلوقتي مع حضراتكم نشوف يعني بعض المواهب اللي اتبعتت لنا من المتسابقين اللي بيبعتوا لنا على صفحة حطنا ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم كن منصفا يا سيدي القاضي تخونني لغتي وألفاظي إن الذي أمامك الآن أشبعني
حالة فعلا لها يرثى حتى نسيت بأنني أنثى. دللتها دللتني دمرتني أنت. طب أقول لك يا وحشني ولا أقول يا معيشني؟ قولي حبيبي وغششني ساعدني هيجرى ايه. يا دي الحيرة في اساميك الكتيرة بناديك بيها انا بلاقيها اجمل من بعضيها. انا وانت بمثل لما مش محتاجين لما لما بشوفك بنسى لمين يا جمال التان ده لا شافت عيني ولا جه عالبال. وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال يا جمال التال ده لا شافت عيني ولا جه عالبال. وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال. مروة من الغربية اختارت أغنية المحكمة للقيصر قاسم الساهر وأسماء المنور، أغنية صعبة الحقيقة لكن غنتها حلوة قوي الحقيقة. المواهب كتير كمان، محمد من اسكندرية صوته حلو قوي الحقيقة. بنسعد بكل المواهب اللي بتتبعت لنا في مسابقة نجوم التاسعة. خليكم مستمرين في ان انتوا تبعتوا لنا، خلاص ايام يعني وتنتهي المسابقة واللجنة القائمة على المسابقة تختار من بين المواهب اللي اتبعتت في نجوم التاسعة. احنا متحمسين جدا لكل المواهب اللي بعتت وبندعمكم جميعا وبنشجعكم جميعا، وان شاء الله تقدروا ان انتوا تحققوا احلامكم من خلال برنامج نجوم التاسعة في التلفزيون المصري في القناة الأولى. دلوقتي مشاهدينا أسيب حضراتكم مع فاصل، نرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. ولادنا يأكلوا إيه وإيه الأكل الآمن لولادنا؟ ده شيء مهم جدا بيشغل بال كل الأمهات الحقيقة وكل الأسر المصرية، لأنه خصوصا في السن الصغير بنبقى عايزين يعني نحاول إن إحنا نكون ضامنين إن إحنا بنقدم لهم غذاء يضمن لهم صحة جيدة، وجبات آمنة بعيدة عن الحاجات اللي هم للأسف بيحبوها، لكن إحنا بنحاول على قد ما نقدر جوه البيوت نبعدهم عنها الحاجات اللي فيها بقى ألوان صناعية والوجبات السريعة واللي يمكن كل الدراسات أثبتت أنه هي فيها خطورة على الأطفال. هنتكلم بالتفصيل دلوقتي مع ضيفتنا دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة والبكتيريا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، منورنا في التاسعة. نوركم وانتم بصراحة لذاذ جدا، برنامج جميل وكلكم أحسن من بعض. أشكرك يا دكتور. يمكن يعني كنا بنشوف وخصوصا في أجازة العيد احنا راجعين معظم الأسر العيال عيانة تقريبا، اللي ابنه معيش في العيد ده محظوظ وما احناش عارفين هم عيانين يعني من ايه ولا ايه اللي بيحصل. وطبعا كان في شويه حالات كورونا زادوا، فاللي ابنه سخن شويه واللي ابنه كان بيرجع ما احناش يعني عارفين بالظبط هي كانت ايه الحالات. هل اكل الصيف بيبقى عامل مشكله وخصوصا واحنا بقى في المصايف ممكن يقولوا عايزين ناكل حاجات بقى من الوجبات السريعه اللي اكيد حضرتك يعني ادرى مني بيها؟ هو طبعا احنا اولادنا في الصيف اجازه وهم مبسوطين والاهالي مبسوطين، وطبعا الام عايزه ترتاح يعني طلع اجازه، فهيبقى صعب عليها ان احنا نقول لها لا مش هترتاح يا دكتور لما يعي ومش هترتاح. برافو عليك، هتجبتي يعني اساس الموضوع. ما هو الفكره ان انا بصرف فلوس كتير قوي في الوجبات السريعه الجاهزه والمياه الغازيه، وبصرف فلوس كتير قوي لما اعي منها. طب ما احنا ممكن نعمل معادله، يعني ممكن ندخلها على فترات بعيده مثلا، يعني ندخل معاها حاجات تانية. يعني احنا دايما نقول لاولادنا احنا ممكن نخليهم هم يخشوا معانا المطبخ يختاروا الحاجات اللي هم عايزينها، يبتدي يحاول يعمل اكل بايديه. في برامج جميله قوي بداوا يخلوا الاطفال هم اللي يشتغلوا بايديهم ويعملوا شكل الحاجات بايديهم. يعني احنا ممكن مثلا سايل البيتزا مثلا من الحاجات اللي هي جميله جدا جدا، الناس بتحبها من بره وتطلبها من بره، طب احنا ليه ما نجيبش مثلا احنا نحاول نعملها لهم بشكل معين وكل واحد يحط بتاعته والحاجات بتاعته يرشها عليها. دي في اصلا في الانيميشن تيم في الاوتيلات او الكلام ده بياخدوا الاطفال ويعلموهم حاجه زي كده، فبتبقى ظريفه. احنا مش هنقول انهم ياكلوا بيتزا، لا احنا ممكن نقلل بقى الكلام ده، يتعمل على عيش رفيع خالص، العيش التورتيلا مثلا
اللي هو بيبقى فيها رده فده يعني انا قللت وبعد كده حطيت له مكونات من الخضره كتير قوي قوي فنديت له حاجات كويسه غير ان بره بيحاول يكسب اكتر ما بيفيد. طيب انا حببهم ازاي في الموضوع ده؟ يعني هو عايز بيتزا من بره، انا عايزه اخليه يعمل بيتزا جوه البيت، وايه هي المكونات اللي انا المفروض اصلا احطها له؟ يعني هل احنا مثلا نسمع انه الفلفل مثلا مفيد جدا للاطفال، نحاول نحببهم في ايه؟ الجزر، موضوع الخضار ده ادخله له ازاي وادخله له من اي سن عشان اضمن ان هو يحبه وما يفضلش بقى يقول لي كل يوم خضار ورز؟ يعني ما يفضلش، يعني لانه الاطفال ما تبقاش عايز تاكل الاكل ده. صح صح فعلا. هو الفكره ان انت بتدخلي من اول يعني انا كأم، هو طبعا الابحاث بتختلف من واحد للتاني وكل يوم بتطلع ابحاث مختلفه. انا كأم دخلت الاولادي ابتداء من 6 شهور بدات ادوقه على بسيط قوي قوي، وابتدي اقول مش كدكتور يعني كدكتور بيقول لك لا ممكن سنة ونص لا ممكن بدات وانا باكل بدوقه حاجه بسيطه قوي، بس انا عارفه انا بدوقه ايه. يعني مثلا سي لو انا عندي مثلا جزر معمول مثلا بيتحلى بمعلقه عسل صغيره قوي قوي، او ممكن لو هو حب الجزر لوحده، وانت بتبتدي ترايل اند ايرور. يعني انا عملت له الجزر لوحده لقيته مش عاجبه قوي، طب انا المره الجايه ممكن احط عليه شويه ملح صغيرين، طب يمكن يبقى احسن، حست ان هو بيحبه ممكن نزود يعني نزود له ان هو بيحب بقى مثلا يتحط بكميه ملح صغيره. لا هو بيحب شويه السكر، بس مش احنا مش هنحط سكر كتير ومش هنعوده على سكر كتير، لان في ابحاث بتقول ان طبيعه البيبي او ان هو بيكره الخضروات او بيكره الاكلات بتبتدي من لا مش مساله العمر كمان، حضرتك من الام وهي حامل. يعني انا لو ماما وانا حامل بحب الوجبات الجاهزه بفرح جدا بيها، البيبي بيجي له، طبعا احنا عارفين البيبي بيتغذى بالحبل السري حوالين الامينوتيك فلويد او الـ او الـ او الـ 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 السائل اللي حوالين البيبي ده بتبقى فيها عباره عن بارتكلز او حاجات صغنطوطه قوي للاكلات اللي الام بتاكلها. فبيبقى هو بيسعد بيساعدها وبيبتدي تتكون عنده الشهيه بتاعتها نفسها. فاحنا برضو هنبتدي نقول برضو ماما الحامل تاخد بالها من الكلام ده لو هي عايزه ابنها يبقى في صوره كويسه. مسؤوليه كبيره دي يا دكتور، يعني انا زي ما بنقول نبقى قدوه بقى لا ما نربي نفسنا معاهم. هو بص انا اقول لحضرتك حاجه، يعني كلنا بنحاول كلنا بنحاول يا فندم، بس هو الفكره احنا يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل لحل وسط يرضينا ويرضيهم. اكيد مش الوسط ده يا دكتور اللي هو يعني لو هم عايزين مثلا كل الاطفال بتحب تروح بقى تشتري حاجات من السوبر ماركت، الحلويات بقى اللي بيندرج تحتها كل حاجة، البسكوت والعصاير اللي مليانة سكر بكل أنواعها، هو المفروض يعني أسيبهم يشتروا الكلام ده؟ وأنا يعني أعتقد أنه ما فيش حد قادر يسيطر على الموضوع ده، وحقيقة أنه الحاجات دي بتسبب سرطانات. هو بس حضرتك هي الفكرة أن الحاجات دي بتضاف لها، يعني إحنا في حاجات مكسبات للطعم، حاجات مكسبات للريحة، حاجات مكسبات للون، حاجات عشان خاطر على الورق بتاع بالظبط بتاع الحلويات، حاجات للقوام. يعني في حاجه اسمها جم دي تلزق بتلزق الزيت يعني لو في حاجه مكون دهني مع مكون اللي هو النشويات عشان كانه بيلزق كانها نوع من انواع اللاصق ليها. كل الحاجات دي طبعا ممكن لو في عائلات معينه بيحصل لها تحسس، لو الام والاب بيحصل لهم تحسس او نوع من انواع الازمه او اللي هو الربو او حاجه زي كده اللي هو على يعني هم الناس بيسموها كده، احنا بنسميها برونك الازمه، بتبقى نتيجه للتحسس من هذه الحاجات، يا ريت يحاولوا يعني يقللوا على قد ما يقدروا من الحاجات دي، وابتدوا يراقبوا يعني هو لما كل ايه حصل له كذا عشان يبعدوا عنها. دي مهمة جدا جدا. مهم كمان ان هو يعني نبتدي نحاول ندق، يعني انت هتاخد منه واحدة تشوف فيها يا ريت الام اي حاجة البيبي هياكلها او الولد هياكلها تاكلها هي الاول. حست ان هي مش مظبوطة تبتدي تحاول تفهمه ان يعني ده مش مظبوط، لا بص دي طعمها مش حلو، طب ممكن نجيب حاجة بديلة. هي بقى بذكائها الحاجة اللي هو بيحبها تحاول تخلق له بديل ليها صحي. مش 100% طبعا هنقدر نعمل كده، بس هنحاول. وما نجيبش الحاجات دي برضو في البيت، يعني ما تبقاش موجوده في البيت مش يفتح الثلاجه، انا يعني عايزاه يفتح الثلاجه ممكن يلاقي فاكهه، يلاقي مشروبات غازيه، ما يلاقيش عصير مليانه سكر، يلاقي بالظبط يلاقي فاكهه موجوده. ما هي الفكره ان هو لو هيتعب
عشان ينزل يجيب، ما احنا اولادنا بيكسلوا، لو هيتعب عشان ينزل يجيب او يشتري ممكن يتاخر شويه او ما يفكر شويه قبل ما ينزل، وعبال ما ينزل يفكر. احنا مثلا الحاجات الجميله جدا الايس كريم في الصيف جميل جدا، ماما ممكن تعمل ايس كريم من الفاكهه في منتهى جماله، وفي ماكينات بتطل تحط فاكهه من ناحيه تطلع ايس كريم من الناحيه الثانيه، حاجه ممتازه جدا، بس ما بنقولش كتير، بس تنويع. طيب يمكن احنا كاولياء امور بنخاف شويه، وخصوصا مع كل الفيروسات اللي ما نسمع عنها، فابتدينا شويه ندي فيتامينات. شايفه موضوع الفيتامينات ده ازاي؟ وانا المفروض في السن الصغير ده يا دكتور اعتمد على تقويه المناعه بالفيتامينات ولا بالاكل الصحي، خضار وفاكهه وزبادي ولبن وكل الحاجات اللي احنا بنحاول نهتم بيها، ونديهم حاجه فيها حبوب كامله، ده ولا فيتامينات؟ ولو هاخد فيتامينات في السن ده ايه هي الفيتامينات اللي المفروض تتاخد؟ لو احنا بنتكلم على يعني السن الصغير، انا عايزه اعود كل الاهالي والاطفال ان احنا نحلل كل 6 شهور سنه بالكتير. لو في عنصر ناقص طبعا لازم ياخده، مفيش مشكله خالص. الثقافه دي محتاجه تعزيز عندنا يا ريت كمجتمع مصر. هو هقول لحضرتك هي بدات طبعاً شويه، هي ماديا كمان مرهقه شويه يعني لا يا فندم، ما هقول لحضرتك حمله 100 مليون صحه موجوده وباصعب، مفيش اصلا مفيش وداخل حاجه المدارس كمان وداخل المدارس والانيميا والتقزم بالظبط كده. طب ما هو ده كل ده يعني ماسك في بعضه. فاكيد ده مش مساله ان هي يعني دلوقتي في تامين صحي في المدرسه، في تامين صحي كل عمل بيعمل تامين صحي بتاعه. احنا عايزين نحلل كل 6 شهور، لو في عنصر ناقصنا ناخده، بالاضافه لان احنا طبعا الاكل بتاعنا نحاول اكل صنع ربنا سبحانه وتعالى وليس صنع المصنع. يعني كل ما الحاجه اتخبزت اكتر، كل ما الحاجه اللي اتكررت اكتر او اتعرضت للتصنيع اكتر، كل ما كانت اضر. طيب يعني لو عندنا عنصر ناقص ناخد الفيتامين بالظبط، مفيش مشكله ناخد، لكن مساله الافراط في الفيتامينات بدون الرجوع لطبيب، ده حضرتك شايفاه ازاي؟ حضرتك دوت يعني كاني بخلق لابني، بخلقه ابن معوق على اللوج جرام. يعني ايه؟ الكبد بتاعنا هو فيه فيتامينز بتدوب في الميه وفيتامينز بتدوب في الدهون. الفيتامينز بتدوب اللي هي يعني بتعتبر كانها هرمونز، ما ينفعش نقعد نلعب فيها زي ما احنا عايزين، لازم الدكتور هو اللي يقولها ويقولها بدوس صح، لان الكلام ده ممكن يعمل تسمم كبدي. الزياده في الفيتامينز، يعني انا مثلا ممكن اكل جزر مفيش مشكله، لكن عشان اخد فيتامين ايه اللي موجود في الجزر لازم يبقى فيه حرص، لا لازم يبقى مكتوب لي. يعني مثلا الست الحامل لا ممنوع مثلا في اشهر معينه تاخد الفيتامين ايه، يعني حضرتك فاهمه قصدي؟ ما ينفعش ان انا هبهزرت كده الفيتامينز، لكن انا ممكن انا عارفه ان انا عايزه وشي يبقى جميل، عايز الولد النهارده الولد عايز يبقى يعمل عضلات، فممكن نعمل له ستيك لحمه لطيف او نعمل له فراخ او نعمل البدائل بتاعتها مرتين سمك في اليوم مثلا اوميجا 3، انا عايزه اقول له ده هيعمل لك عضلات، ده بروتين بيقوي الأنسجة، بيعمل لك بيجدد الأنسجة الجديدة القديمة، وكمان بيبتدي يديله طاقة كويسة وهتكبر العضلات بتاعتك. هو كل الأطفال بتاعتنا بتحب إيه؟ حبيبي يعني هيك شوفي هو انترستد في إيه وكلمي معاه مهتم بإيه بالظبط. يعني أنت لو أنت هو بيحب اللي هو عايز، أي واحد عايز حتى لو بيبي صغير عايز يبقى عنده عضلات. طب تبقى عندك العضلات إزاي إذا ما كنتش تاكل بروتين وبروتين صح مش بروتين دكتور مصنع؟ يمكن شويه ام تقول لك انا ابني مثلا حالته النفسيه بيكون مبسوط وسعيد ولذيذ وما ينكتش علينا كلنا وما يعيطش كتير لو كان حاجه مسكره. هو صحيح الاكل بيأثر على المزاج للدرجه دي من واحنا صغيرين بالظبط، وانا اتعامل ازاي بقى في الوقت ده؟ بصي هو لو كان حاجه انت لو عودتيه من الاول ان الحاجه المسكره دي حاجه كويسه هيبتدي اول ما هياكلها هينبسط شويه، وبعد كده هيبقى عارفه حضرتك فرط الحركه اللي هو كان قبل كده في يعني اتناقش في اكتر من مجال. الملونات بالذات اللي موجوده في الـ في الـ في الاطعمه بتاعه الاطفال والجمز والكلام ده كله، حضرتك لازم تبقى الوانها مبهره عشان تشد الاطفال. الاغذيه المكسبات اللون دي بالذات بدات الناس تعمل دراسات على ان هي دي من النوع من الحاجات اللي هي ممكن مسببة بالظبط كده الفرط الحركه. فحضرتك انت عايزاه هيبسط وبس هيقوم يكسر لك البيت اوكي. اوكي فعلا. ماشي يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور نهله عبد الوهاب استشاري المناعه والبكتيريا، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. شكرا يا فندم. كده مشاهدينا الكرام هنروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام مع حضراتكم، يكون معانا الشيخ احمد كريمه واجابه على كل استفساراتكم واسئلتكم اللي بعتوها لنا بعد الفاصل.
مرحبا بحضراتكم في كل مكان، ولقائنا المتجدد كل يوم اثنين مع الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين بيكي ومشاهدينا الكرام. اهلا بيك، اهلا بيك يا دكتور. عايزين نروح نشوف الناس سالتنا النهارده على ايه. اسئله كثيره الناس عايزه تعرف اجاباتها من حضرتك. نروح نشوف اسئله الناس ونرجع نبتدي كلامنا. على خير ان شاء الله. هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسامحنا على تقصيرنا بشكل متفاوت يعني، او تقصيرنا في العبادات والصلاه والتقرب الى الله في ظل الضغوطات او الانشغال اليومي بسبب الحياه العمليه في الاوضاع الحاليه؟ انا ان شاء الله بعد ما اخلص دراسه كان نفسي اسافر بره واتعلم بره واكمل دراسه بره، ماجستير ودكتوراه، فازاي بقى من الثقافه الغربيه اقدر احمي نفسي واحافظ على ديني واطور منه كمان وابقى انشر الدين كمان هناك؟ انا ملتزمه بحجابي، فشباب بتتعرض لي في الشارع اعمل ايه عشان احمي نفسي؟ والتاتو ده حرام ولا مش حرام؟ انا مقصر في سوره الرحم، فطبعا انا ما اعرفش انا اعمل ايه يعني، ربنا يسامحني انا اعمل ايه يا شيخ؟ فبتابعهم بالتليفون وساعات بوصل بزور اختي هنا، بزور اختي بروح ازورها مثلا قاعده في الفيوم، وليا اخت قاعده في المنيب، والشغل واخد كل وقتي، اعمل ايه عشان ربنا يسامح له ويغفر لي كل ذنوبي؟ هل ينفع ان اصوم للمتوفي؟ هل يجوز؟ طيب هل يجوز اني ليس بامكاني ان اقضي فريضه حجه او عمره؟ ماذا هو الحل؟ التدخين يقلل الهدوء، يعني الواحد لو اتمضمض يصلي عادي ولا حرام؟ نسمع من دكتور احمد اجاباته على الناس. كان حد بيسال هل التدخين ينقض الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. أولا مما لا شك فيه أن التدخين بكافة صوره وأشكاله وأنماطه من الخبائث المنهي عنها شرعا لما فيه من الضرر بالنفس بالصحة والإتلاف للأموال والتلويث للبيئة. لكن بالنسبة لاتصال التدخين بالمفسدات الوضوء، طبعا نحن نقف عند موارد الشرع، فبالاستقراء في الفقه الإسلامي التدخين ليس ناقضا للوضوء قولا واحدا، لأن نواقض الوضوء منها ما ذكر في القرآن الكريم ومنها ما ذكر في السنة النبوية، وليس التدخين واحد منها. لكن بننصح المدخن أن يعني نرجو الله أن يتوب عليه، لكن إذا كان ولابد وذهب إلى أداء الصلاة في المساجد في الجماعات أنه يطهر فمه مثلا بمعجون أسنان، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوم والبصل الأخضر من أكل من هذه الشجرة فليعتزلنا ولا يقربنا مصلانا. لكن في كل الأحوال التدخين لا ينقض الوضوء. طيب كمان يا دكتور بنت بتسأل هل التاتو حرام أو لا؟ وهنا في أنواع كتير للتاتو، التاتو اللي بيتعمل على الحواجب والتاتو اللي بيترسم على الجسم. موضوع يعني يمكن بيشغل النساء طبعا على وجه التحديد. طبعا شوفي سيدتي، اولا لابد ان نفرق ما بين تغيير الهيئه وتحسين الهيئه، لان عدم الفهم الواعي لهذه المساله بيجعل بعض قليل العلم يفتون خطا. هناك من يبيح مطلقا وهناك من يمنع مطلقا. صحيح، لكن الدقه في هذا مطلوبه. يعني أولا إذا كانت هذه الأشكال فيها تحسين للهيئة فلا بأس به، والدليل على ذلك ما في سنن ابن ماجه بالسند عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة قالت يا أم المؤمنين إن زوجي يأمرني أن أزيل هذا، يعني شعر في حاجبها، شعر كثيف،
قالت نعم، أميطي عنك الأذى وتجملي لزوجك. فإذا كان في تحسين للهيئة الإسلام لا يمنع، بالعكس إن الله جميل يحب الجمال. أما إذا كان في غير تحسين الهيئة وكان في نوع من الإغواء أو لأمور معينة، طبعا بس نحترم يعني أسماع المشاهدين، بطبيعة الحال هيكون منهي عنه ومحرم. لكن خلينا مع حسن الظن، إذا كان تحسين الهيئة، الأنثى بطبيعتها بفطرتها تحب أن تظهر في أبهى صورة، فهذا لا بأس به لأنه يعتبر من تحسين الهيئة. طيب معلش دكتور، ملوش علاقة بإذا كان اللي بيتعمل ده بيخرج منه دم أو ما بيخرجش منه دم، لأنه ده برضو بيكون مجال للنقاش. لا، هو اللي هيخرج منه دم ده ينقلنا للوشم. الوشم هنا إذا كان ثابت، عشان نفرق بينه وبين الحناء. الحنة دي مؤقت، ده مجرد، ما هي دي مش حنة، التاتو ده نوع من أنواع يعني. نعم. فإذا كان خروج الدم وترتب عليه الثبات وأشكال يعني تغير الشكل أو لغير الغرض اللي هو تحسين الهيئة، أقل ما يقال فيه مكروه. نعم. طيب هنروح مع حضرتك لسؤال تاني. حد كان بيقول أنا مقصر في صلة الرحم وبكتفي بس بالتليفونات لأن يمكن إخواته في مسافة بعيدة عنه شوية. يا سيدتي، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، من أعظم وأبشع وأفضح الجرائم والمخالفات قطيعة الرحم، لأن في الحديث القدسي الذي رواه البخاري بالسند، لما خلق الله الخلق طبعا في عالم الأزل، قامت الرحم فتعلقت بالرحمن جل وعلا، فقال ما يعني لماذا تتعلقين هذا التعلق؟ قالت يا رب، هذا مقام العائز اللائز بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لأن حضرتك لما نقرأ الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطعة الرحم لا عذر لإنسان فيها إلا إذا كان طريح الفراش، إلا إذا كان محبوس، أو إذا كان بقى في دولة تانية. أنا متهيألي دكتور هو يعني هو مش قاصد يقطع الرحم، هو مشغول، الناس بتشتغل ليل مع النهار. لا لا، ولو لا. أخته في محافظة تانية غير المحافظة اللي هو فيها، بيكون في نوع من أنواع الصعوبة في الزيارات. شوف، ربنا أعطانا قاعدة جميلة في القرآن الكريم، قال: فاتقوا الله ما استطعت. يعني الحمد لله يغتنم أي أجازة رسمية في الدولة. كنا في أجازة عيد وداخلين على أجازة السنة الهجرية، والأمة المسلمة والإنسانية بمسلمها وغير مسلمها بخير وسلام. يعني كان ممكن بس حتى ولو ربع يوم ويغبر قدميه لصلة رحمه، وبالذات العنصر النسائي الطبقة الأولى، لأن فتح الباب على العنصر النسائي، الخالة والعمة والأخت، ثوابه عند الله عظيم. صحيح صحيح. طيب يا دكتور، حد تاني كان بيقول: هل ربنا يحاسبنا على التقصير في العبادات في ظل ضغوط الحياة؟ نحن عندنا جرعة الأمل والتفاؤل وحسن الظن. يعني ما نقرأ سيادتك في سورة الأنعام: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ده تفضل من الله. صحيح. لما نروح لسورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما نذهب إلى سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المعيار في هذا كله: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وعلى فكرة حضرتك، في يعني أخبار نبوية على إن الكد والسعي في طلب الرزق الحلال
قد يفوق الكثير من القربات أو الطاعات. يعني شوفي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها كثير صلاة ولا صيام، ولكن يكفرها السعي على المعاش. وقال صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من بات كلم من عمل يديه بات مغفورا له. فرب إن إنسان يتعب في لقمة الحلال وطعمة الحلال وكسوة الحلال لكون أفضل من نوافل كثيرة يفعلها بعض العاطلون أو المتبطلون. ربنا طبعا يسامحنا ويغفر لنا جميعا يا رب. اللهم آمين. طيب بنت بتقول أنا ملتزمة بحجابي ورغم كده بتعرض لمضايقات في الشارع، أحمي نفسي إزاي؟ وطبعا إحنا لازم نتوقف على أنه مسألة يعني الزي الخاص بالمرأة مش هو اللي يحميها أو ما يحميهاش في الشارع، المفروض أن إحنا نكون أمينين في شوارعنا. نعم، هي المسؤولية هنا بالدرجة الأولى صراحة بتقع على بعض المستهترين. ومع ذلك احنا نقول ان هذه حوادث في الشارع المصري فردية، وان شاء الله وفضل الله لن نصل لا الى الظاهرة ولن نصل الى الكارثة، لان ما زال بالناس خير. ربما ان في ما نسميه تنمر او استخفاف الإنسان هنا سواء كانت مسلمة أو مسيحية لا تعبأ بهذا وتصبر الصبر الجميل، لعل هؤلاء الله يهديهم ويكف بأسهم عن النساء. لكن هي لا تبادل الشيء بعفوا لا بغلظة ولا يعني إلا إذا لا قدر الله تعرضت للتحرش، والحمد لله عندنا الشارع المصري آمن ومطمئن لأن في عندنا دوريات. وما زال بالناس برضو بعد الشهامة يعني مش هيجدوا أن امرأة عفوا أيا كانت هتتعرض لمضايقة فجة ويكونون في سلبية. لا لا. طيب حد تاني بيقول هل يصح أن أصوم للمتوفي ليس بإمكاني تأدية فريضة الحج أو فريضة الحج أو شعيرة العمرة، الحل إيه؟ لا حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للصيام الصيام عن الميت إنما إذا كان على الميت صوم واجب. يعني مثلا حضرتك هو مات في أثناء شهر رمضان، مريض مات في أثناء شهر رمضان، والله هنا وارثه يعني إذا كان ابنه اللي هو الأقرب يعني هنقول له أمامك أمرين، إما أن يفدي عن أبيه المريض الذي مات عن كل يوم يطعم مسكين كما قال الله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وإما أنه يصوم. يعني لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صيام، بس كان الصيام هنا قلنا مفروض، فقال صلى الله عليه وسلم اقضيه لأن دين الله أحق أن يقضى. فيبقى مخير الإنسان في الصيام عن الميت، بس أنا بكررها يكون على الميت صوم واجب، يعني زي صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء، إنما النفل لا. ما يعني إذا كان على الميت صوم نفل ما زي ست من شوال ومش مطالب لأن دي سنة. فإذا كان الصوم واجب يبقى في هذه الحالة ولي الميت إما أن يفدي عن كل يوم إطعام مسكين وإما أن يصوم. نعم. طيب حد تاني كان بيسأل على انه ناوي يسافر يكمل دراسته في الخارج، ازاي يحافظ على نفسه بره وازاي يخدم دينه كمان وهو موجود بره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنذكر السائل الكريم ونحييه على سؤاله. قال الله تعالى في سوره الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ونذكره بالايه الاخيره من سوره العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأنا أذكر بموقف من إخوة سيدنا يوسف عليهم السلام لما جاءوا إلى مصر لطلب الميرة يعني القمح والأقوات. قصة طويلة. وبعدين لما يعني يعني يكاد يلصق بهم تهمة أنهم سرقوا صواع الملك. هم قالوا عبارة جميلة والله دائما أستحضرها، قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض. أنا أقول لكل مبعوث
ولكل مسافر ولكل مغترب، ضع مقولة إخوة سيدنا يوسف أولاد سيدنا يعقوب عليهم السلام على أرض الكنانة مصر، ما جئنا لنفسد في الأرض. والمغترب خاصة إذا كانت دول غير إسلامية يبقى عليه عبء الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الآخرون سينظرون إليه، ينظرون على أثر الإسلام في هذا الشخص، هل هو مثلهم يشرب خمرا؟ هل هو مثلهم يلعب قمارا؟ هل هو مثلهم يأكل لحم خنزير؟ هل هو مثلهم يفعل ما حرمه الشرع؟ هينظروا إلى تصرفاته، فهنا بيعتبر نفسه إيه؟ في مقام الاقتداء. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيضع نفسه في موضع المسؤولية عن سمعة هذا الدين. طيب احنا كده خلصنا استفسارات الناس، عايز اروح مع حضرتك طبعا كل عام هجري وحضرتك بخير والأمة العربية والإسلامية بخير. عن فضل الاحتفال بالعام الهجري الجديد وبالمناسبات الإسلامية يعني الأخرى غير العيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه يمكن هناك آراء متشددة كثيرة بتقول أنه الاحتفال في الإسلام هو عيد الأضحى وعيد الفطر. أصارحك بأن المتطفلون على موائد العلوم الشرعية كسروا، سواء من الاتجاه المتسلف أو كان من الإخوان أو كان من غلاة الشيعة أو كان من الدواعش إلى آخره، ودي فوضى إفتائية ضاربة تدل على ضعف الوازع الديني، لأن اللي بيفتي في أمور الدين غير دراسة فقهية تخصصية في الأزهر الشريف طبعا يعني يستهين بقول الله تعالى في سورة النحل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والآية دي 116 سورة النحل فيها كلمة الكذب 3 مرات على فكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. أقول لمن لم يدرس علم أصول الفقه ولا آيات الأحكام ولا أحاديث الأحكام ولا مقاصد الأحكام ولا الفقه المذهبي ولا الفقه العام ولا الفقه المقارن، اتقوا الله في إسلامكم. لو درس هيعرف إن في عندنا عيد وفي موسم وفي مناسبة. العيد خلاص متعلق بشعيرة معروف، عيد الفطر يتعلق بانتهاء صيام رمضان، وعيد الأضحى يتعلق بالأضحية وبانتهاء معظم مناسك الحج، ده العيد. لكن هل الأمر يقتصر على ذلك؟ لا، في موسم. يعني احنا مثلا بعد ايام قلائل باذن الله داخلين على موسم تاسعاء وعاشوراء، هنسميه ايه؟ هنسميه موسم. معايا حضرتك؟ وبالامس القريب كنا في ايام التشريق بالقاف اللي هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحج، ما هو ده موسم. والرسول اللي وصفها بالموسم قال هذه موسم خير اكل وشرب. في عندنا برضو الله يكرمك بقى المناسبات. في مناسبات زينية مثل الاحتفال بالهجرة النبوية، ويكفي أن سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم عظموها وجعلوها بداية العام الذي يخص المسلمين، وبتدينا عظة وعبرة. نعم، ما هو أمال هم عظموها ليه؟ تاني حاجة بعد الهجرة عندنا إن شاء الله الاحتفال بالمولد النبوي المحمد الشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صومه اليوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه. يبقى هنا الله يكرمك يوم مبارك أو مناسبة مباركة. يأتي بعد ذلك في أواخر رجب كما جرى المسلمون مؤخرا على الاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك من المناسبات الدينية عندنا تحويل القبلة أو النصف من شعبان، دي أمور مقررة. والله قال في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله، لما نأتي لمناسبات وطنية يعني مثلا كنا يعني ده تعظيم لشعائر الله عز وجل. طبعاً الاحتفال بهذه المناسبات. نعم مش نعم بدعة زي ما لا 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 لا، ودي مذاكرة
لأحداث السيرة النبوية. يعني هي الهجرة، المولد النبوي، تحويل القبلة، نصف من شعبان، ما هي كلها معالم في السيرة النبوية المحمدية، كلها معالم تتصل بالدين. عندنا أيضا في مناسبات وطنية يا سيدتي، يعني مثلا كنا من يومين في مثلا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 للشعب المصري. حضرتك مثلا كنا أيضا بالأمس القريب في ذكرى 30 يونيو، الحد الفاصل الفارق في مسيرة الديمقراطية والدولة المدنية في مصر. في عندنا مثلا عيد التحرر، عيد الاستقلال إلى آخره على حسب الشعوب. الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا قاعدة رواتها السيدة عائشة رضي الله عنها واللا في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد. في برضه مناسبات اجتماعية، يعني تعارف الناس على الاحتفال بيوم الأم، طيب تعارف الناس على الاحتفال بشم النسيم. شم النسيم ده عيد وطني مصري قديم ذكر في القرآن الكريم في سورة طه: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. دي كلها بنسميها مناسبات، سواء مناسبات دينية أو مناسبات وطنية أو مناسبات اجتماعية. أنا بنعى على الذين لم يدرسوا الفقه ولا يجدون إلا التكفير والتشريك والبدعة والفسق وجهنم، دول هم اللي أفسدوا المناخ الدين الصحيح وجعلوا أن يظهر العنف الفكري الذي أدى للأسف إلى العنف المسلح. أبجديات، ألف باء، تجديد الخطاب الديني، إيقاع الحجر العلمي الفكري على السلفية والإخوان والشيعة والدواعش ومن على شاكلتهم الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام ويفتون في دين الله بغير علم. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا النهارده، الشيخ الدكتور احمد كريمه، يعني بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا يا دكتور، وكل عام هجري جديد وحضرتك والامه والانسانيه بخير وسلام. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، عام هجري جديد ان شاء الله سعيد علينا جميعا وعلى الامه العربيه والاسلاميه كلها. خلصت حلقتنا من التاسعه، واسيبكم مع كريم رمزي واخر اخبار الرياضه، تصبحوا على الف خير.